شكر جزيل للسيد عامل إقليم قنيطرة على هذه الدعوة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك، فجزاه الله عنا خير جزاء وبارك الله فيه وشكر الله له. مناسبة كذلك نتقدم فيها بخالص الدعاء لمولانا أبي المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في حله وترحاله، أن يبارك له في عمره، أن يبارك له في صحته، وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وما حفظ به السبع المتان، إنه سميع قريب مجيب دعوات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يقر عينه بولي عهد المولى الحسن وبشقيق الأمجد المولى الرشيد وسائر الأسرة المالكة. أسأله سبحانه أن يتغمض برحمته الواسعة فقيدي العروة والإسلام مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس، اللهم أكرم مثواهما. والحمد لله رب العالمين. مبارك سعيد. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.